الملق الصباحي عادة لدى كل الموريتانيين خاصة سكان الداخل، لكن إعداده بحي بغداد بمدينة العيون يتطلب بعض الوقت في انتظار الحصول على الماء باعتباره مكونه الأساسي. ومن أجل الحصول على الماء قد يستدعي ذلك عملية استنفار داخل بيوت ساكنة هذا الحي، عملية أبطالها النساء والأطفال غالبا. وإحنا لهن عدل الزرق يقرر ما من هذا الشمس الحص ما عندنا قطرة من الكارتية ما يطرع علينا الماء ولا معدلة فينا العدالة. الكارتيات هون شي منهم الممرورة إلي وإحنا هذو كارتية ينقال لها بغداد ما تجينا، كانت عطيتنا نهارين في السبت ذو العناء. أوعية الماء وبرامله المخصصة لمياه الشبكة احترازا من انقطاعه، يحكي مشهدها أمام الحنفيات قصة هجر بين الصديقين. جفاف الحنفيات وموسمية توفر الماء جعل أصحاب عربات الحمير المزود الأبرز للحي بمياه الآبار القريبة. موجود بادي مشوار بغداد هكو قيس واسمه ليلة ها حي الأطشان هون قيس وندور الماء يجيب بيدون 50 كم شرط تجيب هنا؟ نجيبو بريقة نجيبو أكفر من بريق بيدون 50 وفتو. ويطالب سكان حي بغداد الجهات المعنية بالتدخل لحل مشكل المياه في حيهم أو ضخه في أوقات معلومة للجميع تمكن من الحد من العطش ولو بشكل جزئي. يواجه حي بغداد كغيره من أحياء مدينة العيون نقصا في المياه، ويجد من لا يمتلك عربة نفسه مضطرا لجر برامله بين هذه الطرقات الضيقة. محمد ناجي، قناة المرابطون، من مدينة العيون عاصمة ولاية الحوض الغربي.